التحية والترحاب بكل التحقوا بنا الآن على موعدهم اليومي برنامج صباح الشروق الذي يأتيكم على قناتي الشروق العامة وكذلك سي بي سي بنا. والآن كذلك التحق بنا السيد فريد معزوز وهو خبير في الفلاحة البيولوجية ككل يوم ثلاثاء أو أربعاء أقول حتى نتحدث على يعني عالم النباتات. واليوم جابنا يعني النباتات الشحمية. صباح الخير فريد. صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين. كما وعدناهم يعني المشاهدين قلنا لهم يعني راح نخص يعني نخصص يعني بعض الحصص يعني للمناطق الصحراويه يعني خبير. لازم ما نغبنهم شويه يعني لازم نعطيهم الحق ديالهم. اذا يعني هذه نقدر نقولوا انه هذه النباتات يعني تقدر انها تنبت في الصحراء بالتاكيد يعني خبير. هذه النبات نقدروا يعني تبدلنا يعني منظر يعني لائق يعني في المناطق الصحراويه. لهذا اخترنا هذه النباتات اللي يسموها النباتات الشحم مية. يعني نشوف انه في النوع الازهار نتاعها تختلف. لا والله على بالك احنا كل مره قلنا واش نجيبوا يعني الفصيلة. نجيبوا يعني هي نفس الفصيله هي ايه؟ نفس العائله لكن وعلى هي في الاصل ديالها يعني نلقاو يعني واحد العشر الوان اللي كاينين بس احنا جبنا زوج ما نقدرش نجيبوا عشرة يعني في البلاطو لهنا. مي احنا خيرنا هذا النبته اللي وعلى خيرنا هذا النبته وعلى سموها يعني النباتات الشحميه. سموها نباتات الشحميه لانه علاه الاوراق ديالها يصدر منها يعني نوع من الزيوت وهذه الزيوت يعني هي اللي تقاوم يعني المناخ الجاف اللي موجود في المناطق الصحراوية. لهذا السبب اخترنا هذه النبتة. هي نبتة يعني ما شاء الله تكبر يعني حتى 35 سنتيمتر يعني هي نقدروا ان نقولوا تكبر الداخل يعني نقولوا في المساحات الداخليه ولا لا هذه كلها يعني قلنا مازال ما دخلناش يعني في النباتات الداخليه دوك رانا غير في النباتات الخارجيه نوصلوا يعني للمرحله ونعودوا نهضروا على النباتات الداخليه. هذه نباتات خارجيه قلنا وعلاه اخترناها لانه علاه هذه تقاوم المناخ يعني القاسي. هذه يعني سي اون بلونت يعني كي ريزيست يعني الكليما ساك كليما دور كما يعني المناطق الصحراويه وتعطي يعني منظر يعني ما شاء الله. راك شوف هذه النبته يعني ما عندهاش من با يعني ست شهور ماني لما تكبر يعني 35 سنتيمتر يعني وزيد تكبر يعني والازهار ديالها يعني تقوى وتمد يعني منظر لائق جيد. وهي ما تحتاج كميه كبيره من المياه. الحاجه الاساسيه احنا اخترناها كما وعدنا يعني المشاهدين لازم كن وعدهم وعدنا خاصة نعرفوا انه الصحراء يعني تميزة انها بنقولوا شويه الجفاف والارتفاع درجه الحراره يعني هذه النبته حتى هي ما تحتاجش يعني كميه كبيره من الماء. بالتاكيد يعني هذه النبته ما تحتاجش بالنسبه لدرجه الحراره وهي ما تحتاجش يعني كميه كبيره من الماء ويعني وتقاوم قلنا وعلاه لان الاوراق ديالها هي النبته هذه الله سبحانه وتعالى خلقها باش يعني تخلق يعني واحد الزيوت يعني احنا لو كان مسوا هنا يعني شموها نبتة الصبار يعني ماشي كما نبتة الصبار نبتة الصبار يعني حاجه واحده اخرى هذيك ان شاء الله نوصلوا لها باذن الله راح نديروا لها حصه يعني خاصه بها. مي هذه النبته يعني يعني هي الاصل ديالها قلت لك الاوراق ديالها راك شوفي فيها نوع يعني يعني شغل البريق يعني هي نوع من هي تصدر نوع من الزيوت وهذيك النوع من الزيوت اللي تخلي يعني هذيك يعني الحراره يعني القاسيه نتاع الشمس ما تاثرش على النبته تبقى يعني نبته خضراء وتبقى يعني شاده روحها وهذيك الزيوت اللي تحميها من قساوه يعني المناخ يعني الصحراوي. خبيه اذا هذه بالنسبه للنباتات الشحميه يعني اللي جابهم لنا اليوم الاستاذ يعني فريد معزوز وكذلك يعني نحكوا استاذ بالنسبه لكيفيه الاعتناء بها. هذا هو الحي يعني اللي حبينا نوصله. هذا النبته في اصل الشيء يعني قلنا يعني كل خطا كنا نقولوا يعني للمشاهدين احنا ما راحينش نجيبوا لكم نباتات الا راح نستوردوهم الخارج. هذه بالتاكيد يعني احنا قلنا ان شاء الله يعني من كل مساحه صغيره نديروا يعني يعني حديقه جميلة منظر جميل اللي يزيح كل المظاهر يعني السلبيه في نفسيه الانسان. فصل الربيع يعني دخول بالتاكيد فصل الربيع يعني دخل احنا عندنا واحنا ماذا بنا حتى المناطق الصحراويه اللي على بالك باللي على بالك المناطق الصحراويه ماهيش سهله يعني المعيشه فيها الا الناس اللي راهم عايشين فيها. لذا احنا ماذا بنا ان شاء الله يعني بعض الحصص راح يعني نخصوهم الا المناطق الصحراويه لانه علاه قلناها يعني لما تكون عندنا يعني مساحه وتكون يعني بالازهار وتكون يعني
هذيك يعني تعطينا يعني راحة نفسية وتعطينا يعني النوع يعني من الاستقرار النفسي. لذا احنا يعني اخترنا قلنا يعني بعض النباتات. اليوم بدينا يعني بهذا النبتة وان شاء الله يعني في الحصة القادمة ان شاء الله بإذن الله نحاولوا في كل مرة نجيبوا النبتة اللي تخص يعني المناطق الصحراوية. وهذه النبتة يعني في أصل شيء ما تخص غير المناطق الصحراوية. هذه يعني, يعني تنجح يعني هنايا يعني في الشمال يعني في المناطق يعني المناخ عادي. المناخ عادي وان كان يعني نسبة من الرطوبة. يعني لنا نقولوا انه درجة الحرارة المرتفعة مش راح تأثر على هذا النبتة. احنا قلنا هذه النبتة قلنا وعلاش جبناها اليوم؟ جبناها لأن قلنا يعني الأوراق ديال الله سبحانه وتعالى هذه خلقها هي بنفسها يعني الدافع. يعني قلنا يعني يصدر منها نوع من الزيوت. هذه الزيوت اللي تخليها تقاوم المناخ الجاف وتقاوم حتى الأمراض. يعني هي في أصل شيء سيتون بلونت ميديسينال. يعني هي نبتة طبية. يعني ما عندناش الوقت باش نذكروا يعني الخصائص ديالها الطبية. لكن هذه النبتة لو كان يعني في يعني المشاهدين يعني يغرسوها يعني خاصة اللي يسكنوا في المناطق الصحراوية والله تعطيهم واحد الماء. قلنا يعني كاين 10 يعني 10 ألوان 10 ألوان يعني نشوفوها يعني وتطلع هي حتى من 35 حتى 40 يعني سنتيمتر. يعني تمدنا يعني منظر لائق خاصة قلنا لهذا النبتة ما تطلبش يعني نعتني بها بزاف وما تطلبش حتى يعني أضخصبها بزاف. احنا ماذا بينا احنا يعني نخصبوا الأراضي بالمواد. قلنا دائما نعاودوا نولوا للمواد العضوية والأسمدة العضوية. هذه قلناها كذلك. يعني هذه لو كان نعتني بها تعيش هذيك حاجة تعيش يعني مدة طويلة يعني أوكي. تعيش يعني سنين والأزهار ديالها عبك تعاود يعني تجدد يعني. لذا احنا ماذا بينا ان شاء الله قلنا هذه النبتة ان شاء الله يعني للمشاهدين يعني المشاهدين يعني خاصة في المناطق الصحراوية يعني يتنبهوا لها وان شاء الله على ربي يزينوا بها يعني المساحات ديالها اللي على الاقل يعني تعطيهم يعني ان شاء الله منظر ان شاء الله يعني مريح ومنظر جميل ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله كل المشاهدين اخذوا يعني هذه النصائح بعين الاعتبار. شكرا لك سيد فريد معزوز. فقط نذكر انك خبير في الفلاحة البيولوجية. والله اذا سمحت لي بعض النصائح يعني بدوها يعني خلني في بطريقة بسيطة. لحقنا يعني الربيع كما قلت الأخت أنا دخلنا في الربيع. إحنا ماذا بين نصحوا نمدوا واحد النصائح يعني كنا في كل يعني حصة نمدوا نصائح يعني عامة. يعني كان بعض بزاف يعني من الناس اللي عندهم يعني أشجار مثمرة اللي يعني دير النوار. إذن كان بزاف اللي هذيك المرحلة اللي الشجرة يعني تمر يعني مرحلة حساسة. يعني كل مرة اللي تكون يعني في الحملة ديالها ماذا بينا إن شاء الله هذيك في هذيك المرحلة ما يدناوش الشجرة. يعني ما يخدموا لها لا التربة ديالها وماذا بينا ما يدوا حتى يعني بعض الفلاحين اللي عندهم يعني يرتكبوا أخطاء كبيرة اللي يقول لك الشجرة ديالي مثلا تمد نوار بزاف ومن بعد النوار كاع يطيح. سي نورمال يطيح يعني كمية وتبقى يعني الكمية اللي كما قلت لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حتى يعني الشجره يعني ما تبقى يبقى فيها غير يعني واش تقدر تحمل. اذا لكن هما يستعملوا بعض الادويه وهذه كذلك اللي يقوموا بتقطيع يعني يقولوا احنا الاعراف نتاعها بالتاكيد. شوفي لازم الشجره يعني هذه المرحله لازم الشجره ما تنزبر ما تداوى بأدوية كيميائية. نفهموا حاجة احنا ماذا بينا حتى يعني هذه الحصة احنا بعض الفلاحين يشوفوها لازم يعرفوا باللي كاين بزاف أخطاء راهم يرتكبوها. أنه مثلا يداوي يقول لك أنا جوفي فار دي تريتمون بريفونتيف يعني معالجة وقائية وهذه خطأ كبير. الحاجة الوحيدة اللي يقدر يديرها يعني كل إنسان راح يتعامل مع الشجرة يعني في هذه المرحلة يستعمل إلا يعني اللي بيستميلون يعني بعض المنشطات العضوية وليست الكيميائية. لازم يتفهموا العضوية اللي تقدر تعاون يعني الشجرة يعني في المرحلة تكون النوار يعني في المرحلة في هذه المرحلة. أما استعمال المواد الكيميائية اللي واش يديرلها ان ستريس. ونزيد نوصل المشاهدين يعني كان بعض المواد العضوية منشطات عضوية اللي راهي متواجدة يعني في السوق عضوية. قلنا عضوية ماشي كيميائية. عضوية اللي يقدروا يستعملوا هذيك المواد يعني تقدر يعني يعيطوا لهم كما قلنا في الحصة السابقة سي لي زونتي ستريس. حتى الشجرة يعني عباك نتفهموا حاجة راهي خرجت على باك مشتا دخلنا للربيع
هذاك الجو شتي هاد النهار يعني اختلاف في المناخ ديفوا تكون سخانه ديفا تكون البروده بزاف ديفا الشتاء ديفا كذا وهذه على بالك واش دير كي الانسان حنا شوفي كيف نتحسوا نمرضوا نعم الشجره تمرض وكي تمرض يعني واش يدير لها يبقى كي تمرض يبدا طيح النواره ويقول لك يعني الناس يقول لك انا غرس الشجره ديالي وطيح كاع النواره والثمار ما تمتش ماشي الثمار انت اللي ما عرفتش كيف تتعامل مع الشجره اذا لازم علينا نتعاملوا مع الشجره يعني بطريقه علميه واللي ما يعرفش يسقسي بدل يعني يبقى في القيل والقاد يعني خاصه راح يؤدي هذا الشيء للخساره يعني نصيحه اخيره لهذه نوجهها والله يعني كل اللي عنده شجره مثمره او فلاحين ابتعدوا نهائيا على لي تريتمون يعني بريفونتيف او كوراتيف يعني معالجه وقائيه او معالجه يعني تاع الامراض في هذه المرحله وربي يشرح يعني في هذا الفصل او في هذا الشهر في هذا الشهر يعني النهار الشجره تكون في باب النوار ديالها قلنا الحاجه الوحيده اللي نقدروا نستعملوها كان منشط عضوي يعيطوا لهم انوتي ستريس اللي ينحي يعني لو ستريس الشجره باش النواره ما تطيحش اما بقيه المواد الكيميائيه ويعني المعالجه خاصه انسكتيسيد يعني ولا اكاريسيد ولا يعني بصفه عامه باستيسيد وفونجيسيد يعني لازم يعني مبيدات الحشرات او مبيدات الفطريه لازم في هذه المرحله نبتعدوا عليها لان هي اللي راهي دير لنا الخساره كبيره خاصه في المتجه ولا في كل المناطق اللي عندها اشجار مثمره وربي ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله. شكرا لك على كل هذه النصائح سيد فريد مازوس. لا شكرا على واجب وعفوا يعني طلنا شيء على لا يعني على كله لكن يعني هذه الحصه يشوفوها بزاف يعني المواطنين لذا احنا ان شاء الله في كل مره ان شاء الله نحاولوا كيف يعني نوجهوا يعني نصائح يعني للمواطنين يعني البسطين اللي عنده حديقه ولا الفلاحين ان شاء الله. وهذا هو دائما هدفنا انه نفيدوا كل متتبعينا وكل اوفياء برنامج صباح الشروق.